بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي أن أحييكم بعد الشكر الجزيل لهذه المقابلة التي تتيح لي الالتقاء بجمهور موقع حزب العدالة والتنمية، أن أرحب بكم بهذا الموال. بشراك يا قلبي تعطف آسري، بشراك يا قلبي تعطف آسري، فلك الهنا فلك الهنا بالملتقى يا ناظري. ناديت من وجدي وفرحة خاطري، زار الحبيب فمرحبا بالزائر. ضربت له في القلب أي بشائر. لا أستطيع أن أصف مدى حبي وفرحتي بكل مرة أقدم بها إلى المغرب الحبيب، منذ أن كنت طالبا أحضر الدكتوراه، وفي كل مرة أدعى لإحياء حفل أو مناسبة. واليوم وأنا يعني آتي إلى المغرب في هذه المرة لأشارك في الحفل الختامي للملتقى العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، يعني كان الملتقى رائع، كان الحفل الختامي رائع جدا، جمهور عجيب ذواق، وهذا ما يعني يسعد الفنان عندما يجد أمامه جمهور يحسن الاستماع، يحسن ويعني يطرب، ويجعل المنشد والفنان الذي يغني أمامه مسرور جدا. أبو راتب الفنان والإنسان ربما تمتد حياته الخمسين من حلب إلى أقطار عربية متعددة أقام فيها، استقر أخيرا في البحرين، أعمل في الشؤون الأكاديمية، عميدة لشؤون الطلبة في جامعة المملكة، فنان منذ 35 سنة متخصصة بالإنشاد، وقبل ذلك كنت في مجال الموسيقى والغناء. متزوج، عندي 5 من البنات، جمعتهن ببيت من الشعر، 5 من البنات هن الأمل والمنى، آية النور هبة من الله سنى وسمى. استطعت أنه أستخدم العلوم الموسيقية اللي تعلمتها في المعهد العربي للموسيقى في بداياتي وأنا صغير إلى صياغة الألحان وصناعة النشيد الإسلامي. بفضل الله كان لي شرف أنه أنقل الأنشود الإسلامية من زوايا المسجد إلى خشبة المسرح من عام 1982، حيث أقمنا أول مهرجان للأنشود الإسلامية في الجامعة الأردنية. كنت طالباً وبالتعاون مع النادي الأدبي فيها، وبالتعاون مع عدد من المنشدين والفرق الإنشادية، استطعنا أن نقدم الأنشود الإسلامية بثوب جديد. كانت على المسرح الناس تسمعها كالأغنية، ولكن بثوبها الجميل، الفن الراقي، الكلمة الطيبة، والقضية المنشدة. هذا النشيد الإسلامي مر بعدد من المحطات، والحمد لله كان لأبي راتب يعني شرف أن يضع لمسات في مسيرة الفن الإسلامي والنشيد الإسلامي على وجه الخصوص، تتمثل في أنه نقل النشيد من زوايا المسجد إلى المسرح، أدخل إلى النشيد صوت الطفل الذي عطى بعد صوت النساء في هذا النشيد، أدخلت الإيقاع المتعدد حتى الوصول إلى الدرام ماشين والريتم بوكس،
بدأنا في صناعة النشيد من خلال البرامج الإنشادية ومشاركتي في منشد الشارقة، وأيضا كانت فكرة منشد العرب التي طرحتها على عدد من القنوات لم يقدر له أن يعني أن ينشر بما كتبته، ولكن سمعت مؤخرا أنه قناة من القنوات أخذت الاسم وطلعت منشد العرب وماشي الحال. يعني المهم أن فكرة أن تجعل من النشيد برنامجا أو فن النشيد ضمن برنامج مسابقات كما جرت العادة الآن أن نسمع كثير من برامج المسابقات الغنائية، أن يكون له دور مرموق في اختيار الأصوات واكتشاف المواهب الإنشادية التي تثري مسيرة النشيد الإسلامي. يعني هذه محطات في حياة أبو راتب الإنشادية والأسرية والاجتماعية والأكاديمية. وأنا طفل صغير ومن خلال يعني عشقي للموسيقى والطرب، خاصة يعني الترارات في مدينة حلب المشهورة بالعناية بالموسيقى والمقامات والقدور الحلبية، تأثرت في المنشد المصري النقشبندي. يعني هذا المنشد أثر في شخصيتي وفي طفولتي، كنت دائما أستمع في الإذاعة الصباحية. أيضا كان مدرسة المنشدين السوريين الأوائل مثل أبو الجود أبو دجانة واللي شكلوا رواد النشيد الإسلامي، جاء في يعني هذه الدائرة بفضل الله أيضا أبو راتب، واللي دائما لخصت هذه الحلقة حلقة الرواد بالمنشد البربور أبو مازن أبو الجود أبو دجانة أبو راتب. أنا الحقيقة تأثرت بما سبقوني في هذه الدائرة واستطعت أن أفرز مدرسة جديدة هي مدرسة إنشاد أبو راتب. يعني ربما قراري وأنا شاب صغير أن أكون ضمن صفوف الحركة الإسلامية كان قرار يعني قوي وله تبعاته. أيضا قراري في أنه يعني لا أتفرغ فقط للإنشاد، أكون بخط متوازن ما بين الخط الأكاديمي والخط الإنشادي، أيضا يعني هذا قرار الحقيقة بعتبر أنه أثر في مسيرة حياتي كلها، أنه لم أكن فقط منشدا إنما كنت يعني باحثا وأكاديميا ومنشدا. هذه يعني من أكثر القرارات قرارات أهمية في حياتي. ربما أيضا قرار أخير أن أقف موقف رجولي وبطولي في أمريكا عندما طلب مني أن أكون شاهد زور وما وافقت على ذلك، ويعني تبعوا بعض التبعات من الاعتقال والتهجير من أمريكا، ويعني هالأمور التي تبعت هذا الموقف هو فقط نتيجة أنني لم أشهد شهادة زور. يعني فهذه مواقف فيها من القوة أتصور اللي أثرت في حياة أبو راتب. يعني باختصار هو بعد أحداث سبتمبر صارت هناك مواقف كثيرة ضد المسلمين وضد المؤسسات التي تعمل في خدمة العمل الإسلامي والأيتام فطلب مني أن أكون شاهداً ضد مؤسسة أنها تدعم جهة معينة، وأنا حقيقة لا أعرف أنها تدعم أو لا تدعم، فرفضت فكيد لي واتهمت بأني يعني لم أعطي تصريحات دقيقة في عملي مع هذه المؤسسة، وأنا كنت فقط منشدا يعني أو أعمل معها في تجهيز حفلات يعني لم تبرعات لرعاية الأيتام. وهذا يعني الإجابة كانت واضحة لو دقق فيها، ولكن يعني سبب لأن أخرج من أمريكا، وقد قبلت هذا الأمر وتحملت نتيجة موقف رجولي وخرجت من أمريكا وعوضني الله خير الحمد لله، وأنا لست نادما يعني على ذلك.
عندما يؤمن الفنان الهادف والفنان الملتزم بأنه ما يؤديه رسالة، فهكذا يعني نكون مستعدين لأن ندفع ضريبة. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وطريقنا أنشودة صيغت على لحن الكفاح، وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح. هكذا قال الشاعر وهكذا أنشدت. ولذلك في كل لحظة وأنا يعني ضمن هذا المجال الفني الذي أقول فيه ليس فقط غناء وإنما إنشادا وإرشادا، أنا مستعد لأتحمل الضريبة. وأنا مدرك تماما يعني ما يعني لفق لي في أمريكا هو نتيجة دوائر استخباراتية معينة ربما يتصل إلى يعني الموساد بجوز، أنه هذا يعني أنشد كثير لفلسطين وهذا، فربما لا أدري، ولكن أنا مؤمن بأنه هذا هو الطريق الصحيح، أن يقف الإنسان يكون صاحب مبدأ، أن يدافع قضايا أمته، أن ينتمي لهذه الأمة بكل أحاسيسه بكل فنه، حتى يكون الفن رسالي. وأنا أؤمن بنظرية الفن الرسالي وليس أن الفن الفن فقط. وكانت رسالتي الدكتوراه الجماليات والفنون وأثرها الحضاري والاجتماعي والتربوي في الإسلام. وإن شاء الله يعني أكون عند مبادئي وعند مواقفي. هذه إشكالية يعني ما شاء الله، دائما في المقابلات دائما الأستاذ أبو راتب قال لهم يا أخي قولوا لي مرة الدكتور أبو راتب حتى يعرفوا الناس أنه والله درس دكتوراه يعني. المهم أنا أحمل دكتوراه في كلية الأداب قسم الدراسات الإسلامية والتربوية وحدة الاجتهاد المعاصر. أما في الماجستير كتبت في الفكر العربي المعاصر، وكانت رسالتي حول إشكالية النهضة عند مالك بن نبي. فإذن المنحى الفلسفي والفكري والتربوي في دراساتي، وأعمل الآن مدرس لمادة التفكير الإبداعي في جامعة المملكة في البحرين. فهذا لي بعض البحوث في مجال التفكير الإبداعي، في مجال التربوي، في مجال الأنشطة الطلابية، وفي منحى آخر ربما شوي بعيد عن مساقي وهو الطاقة البديلة. فأنا من يعني دعاة استخدام الطاقة البديلة النظيفة حتى يعني نرجع لهذا الكون بيئة نظيفة من استعمال الطاقة البديلة. فإن شاء الله يعني نساهم جميعا في نظافة هذا الكون فكريا وأخلاقيا وبيئيا. يعني الحمد لله في لحظات كثيرة طريفة في حياتي، ف يعني أنا كثير أعمل فيها مجال التربية والتعليم الأطفال فكنت كثير يصير معي طرائف من خلال تعليم الأطفال النشيد، مثلا تمسك له الميكروفون لطفل صغير ينشد يلا انشد حبيبي، يبدا يلحس الميكروفون يعني. مثلا بمجال منشد الشارقه كنا ندور يعني نطلع على الاصوات التي تتقدم للبرنامج، فبيكون اصوات يعني لا تسمع ابدا، وهو الشخص اللي عم يتقدم يعني معتقد حاله انه يعني عنده صوت وعنده فكانت الحقيقه كثير تقع طرائف في هذا المجال ايضا. ولكن دورنا كحكام يعني لابد انه نتفهم الاخ، لانه كل واحد الله مرضيه بعقله وبصوته، ما حدا بيقول صوته ما حلو ولا حدا بيقول عقله مو كويس، فالكل يعني يغني. وانا صاحب نظريه الكل صوته جميل، لأنه الأصوات البشرية كلها تمثل أصوات الآلات الموسيقية. فعندك صوت الكمان الملائكي، وعندك صوت العود الطربي، وعندك صوت القانون، وبرضو عندك صوت الكونتر باس
الضخم، ولكنه عندما يعزف بمفرده ويتمكن العازف منه بيطلع صوت حلو يعني. وهكذا الصوت الخشن والجرش أيضا لو استطاع أنه يتقن أساليب الأداء ممكن يطلع كويس. وأتصور في كتير فنانين بيمثلوا يعني معروفة أسماءهم بيغنوا أغاني صوتهم مو حلو ولكن أداءهم جيد. يعني مثلا واحد بيقول لك يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو، صوته مو حلو كتير، كلهم أكيد عرفتوا مين، ولكن الأداء حلو. فكلياتنا تعلمناها ونحن صغار الغنية هاي. وقس على ذلك، فلذلك كل أصواتكم يا شباب يعني جميلة وبتقدروا تصيروا منشدين يعني، بس بقى بدكم مين يكتشفكم. على فكرة هاي من اللحظات الطريفة اللي صارت معي مرة وأنا بحفلة، والحفلة كانت في قرية، وأنا بدأت أنشد كان في حمار موقفينه على الجانب ويبدأ يصيح أسكت يسكت. قلت له العريس إما أنا أو الحمارات.